عندما جاء التلفزيون إلى بيتي نسيت كيف أقرأ الكتب. عندما جاءت السيارة إلى باب بيتي نسيت كيف أمشي. عندما صار عندي موبايل نسيت كيف أكتب رسائل على الورق. عندما صار عندي حاسوب نسيت كيف أهجئ الكلمات. مع رائحة العطر نسيت رائحة الورود. مع الوجبات الجاهزة نسيت كيف يطبخ الطعام. مع الركض المتواصل نسيت كيف أتوقف. وأخيرا مع وسائل التواصل الاجتماعي نسيت كيف أزور أهلي وأصدقائي. عندما نموت المال يبقى في البنك، ورغم ذلك ونحن أحياء فليس لدينا مال كاف لنصرفه. في الحقيقة عندما نموت يبقى الكثير من المال لم يصرف. في الموبايلات الأفضل 70% من الميزات لا تلزمك. في السيارات الأغلى 70% من الإضافات والسرعة لا تفيدك. إذا كان عندك بيت أو فيلا ضخمة فإن 70% من المكان لا تستعمله ولا يشغل بالك. وماذا عن ملابسك؟ 70% منها غير ملبوسة. فتأملوا.